ازيكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. حلقه النهارده مهمه جدا وهنتكلم فيها عن القلب. وانا هنا مش بتكلم عن القلب بتاع الحب، انا هنا بتكلم عن الموتور بتاع جسمي، عن المضخه اللي بتبعت الدم للجسم كله. هل فعلا عضله القلب ملهاش تمرينه؟ على الرغم ان الحلقه دي هنتكلم فيها عن مشاكل القلب، ولكنها هتبقى حلقه دسمه جدا. معاكم دكتور كرولس ماجد، ونشوفكم بعد الفاصل. طبعا قبل اي حاجه بنحب نشكركم جدا على الدعم اللي انتم بتقدموه للمحتوى بتاعنا، وان انتم فعلا بتساعدونا نقدم لكم حاجه اقوى كل حلقه. ربنا خالق لعضله القلب مميزات بتميزه عن بقيه عضلات جسمي، عشان بقيه عضلات جسمي بتشتغل وبتتعب في وقت معين، ولكن عضله القلب ما ينفعش تقف وما ينفعش تتعب. عضله القلب دي لازم تشتغل 24 ساعه طول الوقت، عشان دي لو وقفت خلاص انت رحت. فبالتالي اول خاصيه بتميز عضله القلب هو ان الوقود بتاعها هي مادة اللاكتيك اسيد، والمادة دي تعتبر مخلفات بقية عضلات جسمي. يعني معنى كده ان الوقود بتاع القلب هي بقية مخلفات عضلات جسمي كلها، ودي اول حاجة بتساعد ان القلب يفضل في حالة شغل من غير ما الوقود ما يقف، وده يساعد ان هي تشتغل 24 ساعة في اليوم. طبعا القلب زي اي عضو، زي ما بيبعت وبيضخ الدم لاجزاء الجسم كلها عشان الجسم يتغذى، هو كمان لازم يتغذى، فربنا خالق له شريان بيغذيه اسمه الشريان التاجي. طيب دلوقتي ما انا مثلا بلعب مثلا في الجيم، ازاي اعرف اذا كنت انا دلوقتي بحرق فاتس او دهون غير ان انا بحرق جلوكوز او كربوهيدرات او نشويات؟ طيب دلوقتي وانت قاعد عامة، عشان تحرق دهون محتاج اكسجين، فبالتالي لما انت بتلعب ونفسك وانت هادي ونفسك عميق، انت كده بتوجه الحرق بتاعك على الفاتس. بينما لو انت بتلعب وانت عمال بتنهج بالمنظر ده، انت كده يعتبر مش بتوصل الاكسجين بكفاءة، ويعتبر ان في اصلا نقص في الاكسجين، وبالتالي انت كده بتوجه الحرق بتاعك على الجلايكوجين او على السكريات او على النشويات اللي في جسمك. فبالتالي القلب بياخد التغذية بتاعته من الشريان التاجي. طيب الشريان التاجي ده ربنا خلقه صغير جدا، تمام؟ فده يعتبر من احد المسببات ان معظم الجلطات اللي بتحصل في القلب، وكذلك برضو في المخ. المخ بياخد تغذية بتاعته من شريان يعني افرع صغيرة جدا، فبالتالي معظم الجلطات اللي بتحصل في جسمي بتحصل يا اما في القلب يا اما في المخ. هنتكلم في نقطة مهمة جدا جدا جدا، ودي تعتبر اهم نقطة في الحلقة، وكتير منكم دخل عشان يشوفها. تصلب الشرايين والجلطات بتبتدي ازاي؟ الفكرة ان ربنا خالق ان الوعاء الدموي او الشريان من جوه خالق له طبقة داخلية. الطبقة الداخلية دي يا جماعة بتبقى ناعمة جدا جدا، لا تقول لي بقى سيراميك ولا بورسلين ولا الكلام ده، دي حاجة بتبقى انعم من كده، دي حاجة بتاعت ربنا، دي حاجة صعبة جدا تتخدش او حاجة تلزق فيها. طب دلوقتي لو حصل، يعني فلنفترض خلاص حصل واتخدشت، ايه اللي بيحصل؟ الخدش ده لازم يتردم، فبالتالي بيجي دور الكوليسترول اللي احنا بنسميه الكوليسترول الضار، وبيجي بيطلع من الكبد عشان يردم الخدش ده، تمام؟ فبالتالي اول ما بتيجي يحصل الخدش ده، ساعتها الجسم بيبعت اشاره للكبد يقول له طلع كوليسترول. فالكبد يساله انهي كوليسترول فيهم، الكوليسترول اللي بيترسب في جدار الشرايين عشان يردم، ولا الكوليسترول اللي بيدوب في الدم عادي فبالتالي مش هيساعد ان هو يردم؟ يقول له لا، احنا عاوزين الكوليسترول التاني اللي بيترسب التقيل. فبالتالي ده من احد الاسباب اللي بتساعد في تراكم الكوليسترول، عشان الكوليسترول عشان لما بيحصل خدش بعد كده الكوليسترول التاني يردم، وهكذا وهكذا وهكذا، لغايه في الاخر ما الوعاء الدموي في الاخر يجي يضيق، تيجي جلطه تدخل تقفل، يبقى كده انتهى الموقف. فبالتالي خلي بالكم من نقطه ان مفيش حاجه اسمها كوليسترول نافع وكوليسترول ضار، كوليسترول حلو وكوليسترول وحش. الفكره ان انا عندي دلوقتي الفكره او السبب او الوحش بجد هو اللي عمل التهاب في جدار الشريان، هو اللي عمل الخدش اصلا. طب ايه هي الحاجه اللي بتعمل خدش في جدار الشريان من جوه؟ في كذا حاجه، اولهم اي حاجه بتعمل التهابات زي السكر. السكر لما مستواه يعلى بيزود التهابات في جدار الشريان من جوه، فبالتالي بيخلي الشريان معرض اكتر لحته الخدش. وغير كده كمان لزوجة الدم لما تعلى او الضغط لما يعلى بيعمل تحميل على جدار الشريان من جوه، فبيساعد ان يحصل له مزق او خدش من جوه، ومن هنا بتبتدي المشاكل. وعشان كده
في ناس لما بيبقى عندهم سكر او بيبقى عندهم ضغط تلاقي عندهم كوليسترول. دلوقتي فهمتوا ايه الفكرة؟ الفكرة ان الكوليسترول اللي بيجي بيردم الخدش ده مش هو المشكلة، مش هو الاساس، مش هو ده اللي بنسميه كوليسترول الضار، ولكن الضار هو اللي عمل الخدش يا جماعة. دلوقتي احنا اتكلمنا عن الشرايين، دلوقتي هنتكلم في مشاكل القلب. مشاكل القلب بتنقسم الى فئتين اساسيتين، منها بيطلع اي مشاكل ممكن اي حد يعاني منها. اول حاجة هو لو حصل تضخم في عضلة القلب، تاني حاجة لو حصل عدم انتظام في ضربات القلب. طيب دلوقتي بالنسبة لتضخم القلب، على عكس معظم عضلات جسمي، عضلة الجسم العادية لما بتيجي تكبر ده بيساعدها ان هي تشيل وزن اكتر او بيحسن كفاءة العضلة اكتر، ولكن مش هو ده بالظبط اللي بيحصل في القلب. الفكرة دلوقتي ان عضلة القلب دي تمام لما بتتضخم بترتخي، فبالتالي قوة الدفع للدم بتقل. بالظبط بيبقى عامل كأنك مثلا كيس بلاستيك ودخلت فيه صباعك، ولكن قبل ما الكيس ما يتخرم رحت شلت صباعك، فيبقى فيه علامة، العلامة دي بتبقى ضعيفة أو رقيقة، وهي ده بالظبط اللي بيحصل في القلب. عضلة القلب لما بتتضخم ده بيضعفها مش بيقويها، فخلي بالكم من النقطة دي كويس قوي. طيب ايه هي الحاجات اللي بتساعد ان يحصل تضخم في عضلة القلب؟ اول حاجة ان لما بيحصل تحميل او اوفرلود على عضلة القلب. طب ده سببه ايه؟ سببه ان ممكن يحصل زيادة في ضغط الشريان من جوه، فبالتالي لو مريض الضغط العالي يبقى معرض اكتر لمشاكل القلب. ايه اللي بيخلي الكلام ده يحصل؟ الفكرة ان انا عندي دلوقتي دي عضلة القلب، لما بتيجي تضخ الدم وتبعته للشرايين عشان الشرايين توزعها لبقية اجزاء الجسم، الشرايين دي لو مقفولة جامد بسبب ان المريض ده مريض ضغط عالي، القلب هيبذل مجهود اعنف عشان يوصل الدم لمنطقة ابعد، فبالتالي بيحصل تحميل على عضلة القلب، مع الوقت بيحصل تضخم في عضلة القلب وعضلة القلب بتبتدي تضعف، يعني تقول لكم خلاص انا مش لعبة. فاهمين الفكرة؟ وتاني فئة من مشاكل القلب وهي عدم انتظام ضربات القلب. عدم انتظام ضربات القلب بيبقى ليه شكلين، اول شكل يا اما مشكلة بتبقى في عدد النبضات نفسها، تاني مشكلة يا اما بتبقى مشكلة في شكل النبضات نفسها. واللي مش فاهم اي حاجة اقول لك، الفكرة دلوقتي يا باشا وانت قاعد مأنتخ وما بتعملش اي حاجة ومريح خالص، بتبقى عدد نبضات قلبك المفروض تبقى من الطبيعي ما بين 60 نبضة ل 99 نبضة في الدقيقة، تمام؟ فبالتالي لو انت مريح وما بتعملش اي حاجة ولقيت نبضات قلبك عدت 100، ده معناه ان في مشكلة، او قلت عن 60 ده معناه برضو ان في مشكلة. وخلي بالكم من حتة، طبعا ربنا خلق ان انت دلوقتي وانت بتلعب مثلا رياضة او بتجري او كده نبضات قلبك بتزيد، دي حاجة حلوة طبعا عشان نبضات القلب لما تزيد تضخ الدم بسرعة اكتر، فبالتالي الدم ياخد او الجسم ياخد دم اكتر وتبقى الدنيا احسن. ولكن لغاية عند ليميت معين لو ضربات القلب زادت قوي قوي قوي، ساعتها بتبتدي المشاكل من ناحية ان القلب نفسه من كتر سرعة النبضات مش بيلحق ياخد وقت عشان يملى دم ويبعته تاني. فاهمين الفكرة؟ فبالتالي بيحصل العكس، بيحصل ان الدم ما بيوصلش كويس للجسم، يعني نبضات القلب لما تزيد شويه ده حلو بيوصل الدم بسرعه فعاله اكتر، ولكن لما تزيد قوي ساعتها القلب مش بياخد فرصه ان هو يملى دم عشان يبعت للجسم كله، ومن هنا بتبتدي المشاكل. وتاني نوع من مشاكل عدم الانتظام بتبقى في شكل الضربات، يعني شكل الضربات يعني بتبقى الزمن اللي ما بين كل ضربه وضربه مش متساوي، بيبقى زمن قليل او زمن كتير، او بيبقى فيه ضربه زياده او تفويت او الحاجات دي. ولكن فلنظل متفقين ان بتبقى معظم مشاكل القلب في عدم الانتظام في الضربات بيبقى سببها يا اما كافيين عالي تمام نتيجه ان حد بيشرب قهوه كتير، او ستريس او ضغط نفسي متكرر، واتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في الحلقه بتاعه القلق والاكتئاب والضغط النفسي اللي هنسيب لكم الرابط بتاعها فوق في الاي وتحت في الديسكربشن، وقلنا ازاي بيأثر على القلب. الحلقه دي مهمه جدا، يبقى روحوا شوفوها. دلوقتي انا بلعب رياضه او بجري وبقيس مثلا عدد ضربات قلبي بالساعه، المفروض دلوقتي ضربات قلبي لما تزيد ما تعديش كام، يعني اخرها توصل لغايه كام؟ ولو زادت عن كده يبقى مش حلو. بتحسبها عن طريق ان انت بتجيب عمرك وبتطرحه من 220، والناتج اللي بيطلع ده اللي بيسموه التارجت هارت ريت، او ده ماكسيمم هارت ريت انت المفروض توصل له وما تعديهوش. يعني انت مثلا لو سنك 20 سنه يبقى اقصى عدد نبضات في الدقيقه بيبقى 200 ضربه وانت بتجري، فاهمين؟ لو سنك مثلا 40 سنه يبقى اخرك 180 ضربه في الدقيقه وهكذا. طب دلوقتي ايه العلاج لو انا عندي مشكله في القلب او انا عايز احسن من وظائف قلبي او احمي القلب بتاعي من ان يحصل له المشاكل دي بعدين، او لو حصلت المشاكل دي لا قدر الله ما تزيدش؟ اول حاجه لازم تمنع السكر، تبطل السكر، عشان السكر العالي في الجسم دي بدايه كل المشاكل.
فاهمين؟ غير كده كمان حتة الاسترس او الضغط النفسي، لازم تعرفوا ان مفيش حاجة تستاهل، اشكر ربنا ان قلبك لسه شغال. هي دي الفكرة انا عايز اكلمكم عليها، حتة الاسترس او العامل النفسي مهم جدا في الموضوع ده. غير كده كمان التدخين، وطبعا من اهم الحاجات اللي بتحسن من كفاءة القلب هي الرياضة او المشي او اي مجهود بدني بسيط بتعمله بصورة مستمرة او منتظمة اثناء اليوم، اي مجهود بسيط، عشان الفكرة ان القلب زي اي عضلة تبقى محتاج تمرنها عشان تحسن كفاءتها. عشان كده تلاقوا الرياضيين عدد النبطات بتاعتهم يعني بتبقى اقل من الطبيعي، يعني ممكن احنا المفروض عرفنا النبطات من 60 ل 90، لا ممكن تلاقي حد رياضي والنبطات بتاعته 50 نبضة. تقول لي طب ما هو كده مش يتعب؟ اقول لك لا. تقول لي ازاي؟ اقول لك الفكره ان عضله القلب عنده قويه لدرجه ان ممكن يعني الضربه الواحده تودي لك الدم لغايه اخر وابعد نقطه تقدر توديها، ومن هنا هو مش بيحتاج عدد نبضات كتير عشان يبعت الدم كويس. فاهمين الفكره؟ يا دكتور ازاي من الاكل بتاعنا نحسن شغل القلب او نشغل الشرايين اكتر، او ايه هي المغذيات اللي بتحسن من كفاءه عمل القلب؟ اول حاجه هقول لكم عليها هي البطيخ والرمان، تمام؟ دول مهمين جدا 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 في عمل عضله القلب، عشان بيحتوى على ماده اسمها نيتريك اوكسيد او اكسيد النيتريت. الماده دي اول ما بتيجي تدخل الجسم بتوسع الاوعيه الدمويه، فبالتالي بتحمي من حدوث الجلطات. غير كده كمان هي بتحتوي كمان على فيتامين سي، وفيتامين سي ده مضاد للالتهاب، واتكلمنا ان جدار الشريان من جوه من احد الحاجات اللي بتساعد في خدشه هي الالتهابات. وغير كده كمان النيتريك اوكسيد دي او الماده دي لما بتدخل الجسم وبتوسع الشرايين دي بتساعد من تحسين كفاءه القلب، القلب بيوصل له مغذيات بسرعه احسن، بتساعد من تحسين كفاءه المخ فتخليك مركز اكتر، الدم لما يوصل اكتر للاعضاء الذكوريه اكتر فبالتالي بيحسن من القدره الجنسيه بصوره اعلى. غير كده كمان هم عشان بيحتوي على فيتامين سي ده بيساعد على زيادة قدرة المناعة أكتر، بيساعد على تحسين كفاءة المناعة أكتر، مضادات أكسدة أحسن، بتقلل الالتهابات بصورة أكتر. غير كده كمان في اللي هي البيرز اللي هي زي التوت والفراولة والكلام ده، الكلام ده كمان بيساعد في تحسين من كفاءة عضلة القلب من ناحية إن هي مضادات للأكسدة ومضادات للالتهابات. وغير كده كمان الأفوكادو، الأفوكادو ده يعتبر مهم جدا 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 لاحتواءه على البوتاسيوم، والبوتاسيوم ده مهم جدا في عملية انقباض عضلة القلب، خلي بالكم كمان من النقطة دي كويس. وغير كده كمان الهيليوم، الهيليوم ده يعتبر مضر للبول، بينزل المية الزيادة اللي بتتحبس في الجسم، فبالتالي المية الزيادة اللي بتتحبس في الجسم دي مسؤولة إن هي بترفع الضغط، فالضغط بالتالي لما بتنزل الضغط بيبتدي يقل والتحميل على القلب بيبتدي يقل، فبالتالي الدنيا تتحسن أكتر. وغير كده كمان التوم، التوم برضو الدراسات اثبتت ان ليه فعاليه جدا في عمل عضله القلب بصوره احسن. وغير كده كمان منتجات الاسماك، التونه، السلمون، الحاجات دي، كل الكلام ده بيحتوي على الاوميجا 3، والاوميجا 3 ده مهم جدا 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 اللي عندهم مشاكل في القلب او عندهم مشاكل في جدار الشرايين من جوه. ليه؟ الفكره ان الاوميجا 3 مش بيقلل الكوليسترول الضار زي ما كتير منكم بيسمع، ولكن هي بتخلي الجدار بتاع الشريان من جوه صعب جدا انه يتخدش، بتنعمه اكتر فبالتالي بتخليه صعب جدا انه يتخدش، فبالتالي بيخلي الجسم مش محتاج يطلع الكوليسترول الضار زي ما عرفنا. فاهمين الفكره؟ وغير كده كمان بعض المشروبات الطبيعيه زي الجنزبيل والكركم اثبتوا ان ليها فعاليه في دور او في عمل القلب، غير كمان ان يبقى ليها دور في المناعه وان هي كمان مضادات للالتهابات. وغير كده كمان الشاي الاخضر، الشاي الاخضر ده يعتبر مفيد جدا لنشاط القلب ونشاط الشرايين، وغير كده كمان ليه فوائد كتيره جدا تتعدى الحلقه دي او حته القلب ونعمل له حلقه بالتفصيل نتكلم فيها عن فوائده. وغير كده كمان يا جماعه حته المكسرات، المكسرات مفيده جدا، فيها دهون صحيه، فيها دهون الجسم بيبقى محتاجه لعمليات كتيره غير نشاط القلب. خلي بالكم القلب ده يعتبر يعني بيحب استخدام الدهون كمصدر طاقه عن استخدام النشويات، عشان كده لو حد جه شاف قلب على الحقيقه هتلاقيه متغطيه بطبقه من الدهون. فاهمين الفكره؟ ان الفكره ان القلب بيحب يستخدم الدهون ده كوقود ليه. فاهمين؟ غير كده كمان حته ان المكسرات بتحتوي على عنصر مهم جدا 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 اتكلمنا عنه قبل كده، هو عنصر المغنيسيوم. والمغنيسيوم ليه فوائد، ايه فوائده؟ شطار اللي متابعيني من قبل كده يعني قطرنا الكلام ده بحسن، من ناحيه ان المغنيسيوم ده مهم جدا جدا في حته الريلاكسيشن، في ارتخاء العضلات،
اللي منع عضلات الاوعيه الدمويه، فبالتالي بتخلي عضلات الاوعيه الدمويه في حاله استرخاء، فبالتالي بتمنع ان يحصل تحميل عليه اكتر. كمان الزبده، الزبده دي تعتبر مفيده جدا 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 للقلب والشرايين بسبب احتوائها على الدهون اللي القلب ساعتها هيعرف يستخدمها. غير كده كمان الزبده بتحتوي على فيتامين K2 وتحتوي على فيتامين دي. هتقولي طب ثانيه واحده، هي الفيتامينز دول فيتامين دي وفيتامين K2 دول مش بتوع الكالسيوم؟ اقول لكم اه. تقولي طب ايه علاقه الكالسيوم بالقلب؟ اقول لك الفكره ان لازم تعرف او تعمل حسابك ان معظم الجلطات اللي ممكن تحصل بتحصل نتيجه ترسيب كالسيوم في الدم او كالسيوم عالي في الدم. الكالسيوم مش بيدخل العظم بسبب الفيتامين دول فيتامين دي وفيتامين كي 2 فيهم مشكله، فبالتالي الكالسيوم قاعد بيسرح في الدم بيعمل اللي هو عايزه، بيعمل حاجات اسمها تكلسات او الكلس. الحاجات دي لما بتيجي تترسب على جدار الشرايين والاورده بتساعد ان يحصل الجلطات بعدين، فاللي بيمنع التكلسات دي من التكوين هما فيتامين دي وفيتامين كي 2 اللي موجودين في الزبده. يعني دلوقتي خلاصه الحلقه، ربنا خلي للقلب مميزات بتميزه عن بقيه عضلات جسمي عشان يعرف يقوم بوظيفته 24 ساعه من غير ما يتعب او من غير ما يقف. غير كده كمان معظم المشاكل اللي بتحصل في الشرايين مش سببها الكوليسترول اللي بنسميه كوليسترول الضار زي ما قلنا، ولكن المشكله في اللي خدش الشريان اللي سبب ترسيب في الكوليسترول ده اللي مع الوقت قفل الوعاء الدموي وعمل مشاكل اكتر. وغير كده كمان خلاصه الحلقه ان احنا اتكلمنا عن مشاكل القلب، مش شرط يكون تضخم في عضله القلب بس، لا ده ممكن يبقى فيه عدم انتظام في ضربات القلب، ده مع ده ممكن يعمل لي مشاكل في صمامات القلب بعدين. غير كده كمان اتكلمنا عن العلاج، العلاج الحقيقي، العلاج اللي ربنا خلقه، مش معظم العلاجات دلوقتي اللي بناخدها اللي بتيجي عشان تصلح حاجه تبوظ حاجه تانية. خلي بالكم من النقطه دي كويس. اتكلمنا عن العلاج في حته الرياضه، المشي او اي مجهود ممكن يتعمل بصوره منتظمه، الاكل الصحي او الاكل اللي يساعد القلب يشتغل بصوره احسن. ولكن ده مش معناه ان اللي سمع الكلام ده يروح ماسك ادويه القلب ويرميها ويقول خلاص انا هاكل بطيخ ورمان. الفكره ان دلوقتي الحاجات دي بتساعد في تحسن من كفاءه عضله القلب، تساعد ان بعدين الادويه دي تبتدي تتخفض واحده واحده عن طريق الدكتور طبعا، تساعد ان يعني واللي ما عندوش مشاكل في القلب تمنعه ان يحصل مشاكل القلب دي بعدين، عشان زي ما احنا عارفين بعض من مشاكل القلب دي بيبقى ليها العامل الوراثي في الموضوع. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا، كانت الحلقه خفيفه على قلبكم. لو عندكم اي متابعات او استشارات اونلاين هتتابعونا عن طريق ابلكيشن دير يور بادي، سيب لكم الرابط بتاعه تحت في الديسكربشن. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش دعمكم، تعملوا لنا لايك على اليوتيوب، تعملوا لنا سبسكرايب على الزرار اسفل الشاشه، تفعلوا لنا الجرس اللطيف ده بحيث لو جت فيديوهات جديده توصل لكم. كان معاكم دكتور كارلوس ماجد ونشوفكم في حلقه جديده. سلام.